أعزائي التلاميذ، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موضوع درسنا لهذا اليوم بعنوان المستثنى بإلا، من إعداد وتقديم أستاذة فاطمة الزهراء المجيد، مجموعة مدارس بئر الببوش. في هذا الدرس سنتعرف تعريف المستثنى بإلا وإبراز حكمه وإعرابه ووظيفته. استعمال المستثنى بإلا في تعابير لغوية مفيدة بشكل سليم. تأمل ما يأتي: حضر الجيران العقيقة إلا عثمان. المراد هو أن كل الجيران قد حضروا باستثناء عثمان، فقد حكمنا على الجيران بالحضور وأخرجنا عثمان من الحكم، فقد أخرجنا ما بعد أداة الاستثناء من الحكم الذي قبلها، ويسمى هذا الأسلوب بأسلوب الاستثناء. يتكون من ثلاثة عناصر، وهي الداخل في الحكم ويسمى المستثنى منه. إذن المستثنى منه هو الاسم الواقع قبل أداة الاستثناء، وهنا في المثال الجيران. ثانيا أداة الاستثناء، وهي أداة الإخراج. أما المستثنى فهو اسم يقع بعد أداة الاستثناء، فهو خارج من الحكم. والمستثنى هنا في هذا المثال عثمان، وهو منصوب. إذن كاستنتاج، إذا كان الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور، وجب نصب المستثنى. المثال الثاني: ما حضر الجيران العقيقة إلا عثمان. إن كما تلاحظون الجيران فهو المستثنى منه، إلا أداة الاستثناء عثمان مستثنى. إذن هنا الكلام منفي والمستثنى منه مذكور، إذن جاز نصب المستثنى. إذا كان الكلام منفي والمستثنى منه مذكور، جاز نصب المستثنى. نمر للمثال الثالث: ما حضر الجيران العقيقة إلا عثمان. إذن الجيران مستثنى منه، إلا أداة الاستثناء عثمان مستثنى. الكلام هنا منفي لأنه مسبوق بحرف النفي. ما الجيران فهو مستثنى منه مذكور، إذن المستثنى هنا يعرب بدلا. إذن الكلام منفي والمستثنى منه مذكور، جاز أن يكون بدلا من المستثنى منه فيتبعه في حركته الإعرابية. نمر للمثال الرابع: ما حضر العقيقة إلا عثمان. إذن هنا المستثنى منه غير مذكور، الكلام منفي، والمستثنى هنا يعرب حسب موقعه في الجملة، وإلا فهي ملغاة أو تعتبر أداة حصر. إذن الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، المستثنى يعرب حسب موقعه في الجملة، وتعتبر أداة الاستثناء ملغاة. نمر للقاعدة: المستثنى بإلا اسم يقع بعد أداة الاستثناء إلا. عناصر الاستثناء ثلاثة، هي المستثنى منه والمستثنى وأداة الاستثناء. وللمستثنى بإلا ثلاث حالات: أولا إذا كان المستثنى منه مذكور والكلام تام مثبت، وجب نصب المستثنى. الحالة الثانية: إذا كان المستثنى منه مذكور والكلام تام منفي، جاز نصب المستثنى أو إعرابه بدلا. في الحالة الثالثة: إذا كان المستثنى منه غير مذكور والكلام منفي، يعرب المستثنى حسب موقعه من الجملة. نمر للتطبيق: أعرب الجمل التالية مع الإشارة إلى الحركة الإعرابية. الجملة الأولى:
قرأت الكتاب إلا صفحتين. قرأت الكتاب إلا صفحتين. الجملة الثانية: ما أكلت إلا الخبز. ما أكلت إلا الخبز. قرأت الكتاب إلا صفحتين. قرأت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صفحتين مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. نمر للجملة الثانية: ما أكلت إلا الخبز. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكلت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إلا حرف استثناء ملغى. الخبز مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أعزائي، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.